الرحيم. النهارده هنتكلم عن كيفية صب الميديا في الأطباق وبعد كده زراعة البكتيريا عليها بحيث إن هي تفسد لي بيور كولونيز أو مستعمرات بكتيرية. من خلالها بقدر من خلال المورفولوجي بتاعها بقدر أتعرف على نوع البكتيريا اللي معايا. إزاي أنا بحقق السيفتي لنفسي وأنا بشتغل؟ أول حاجة البيولوجيكال سيفتي الليمينر فلو اللي أنا بشتغل فيه ده وظيفته إن هو بيسحب لي دايما الهواء، يعني مثلا الماش دي او الشبكه دي بتسحب لي الهواء، بتجدد لي الهواء بحيث انها تقلل لي اي ريزيدوال كونتامينيشن من الشغل اللي قبلي او من شغل. السيفتي النفسي بحققها لي برده من خلال البانتو اللي انا لابسه، من خلال الجلوفز، ومن خلال ان انا ابدا قبل اي شغل ببدا اطهر المكان كله بالكحول اللي معايا. طب هنتعرف على الحاجات اللي معانا. اول حاجه الماركر، الولاعه، الطبق اللي انا بصب فيه، اللوب، الكحول، الميديا اللي انا هصبها، الراك، الفي كلشر اللي معايا اللي انا هزرعها. طيب هنبدا نعقم المكان الاول. بعد كده هنولع الفليم. طيب اول خطوه عندنا اللي هي صب الميديا. طبعا الجار ده بيكون سوليد، بعد كده بسيحه انا على الهوت بليت بحيث ان هو يتحول لي بصوره ليكويد، بس طبعا بيكون درجه حرارته مرتفعه. طب امتى انا بقدر اصبه؟ طبعا انا سبتها فتره عشان تبرد، بصبه لما اقدر استحمل الحراره بتاعته لمده 10 ثواني في ايدي وانا ماسكها كده. تمام. لو انا صبيته قبل ما درجه حرارته تكون لسه هدت، بتبدا تكون لي فيبرز على الكفر بتاع الطبق اللي عندي، وده بيزود لي احتماليه الكونتامينيشن. وبعد كده لو الفيبرز كتير بتبدا تنزل عندي على الميديا وتزود لي فرصه الكونتامينيشن، وانا بشتغل شغل الاستريكنج بتضايقني. طيب ازاي انا بصب؟ اي حاجه، يعني اول حاجه الناس اللي رايت هاندد بتصب بايدها اليمين والطبق بيكون على ايدها الشمال، او الناس اللي ليفت هاندد بيكون الاجار بالشمال والطبق على ايدها اليمين. طيب اي حاجه مقفوله بقطن بفتحها دايما بالصبعين دول. تمام. وبسحب اي حاجه بشكل دائري لتحت كده بحيث انها تتفتح معايا نفس الوقت عشان احافظ على القطنه اللي معايا ان انا اقدر اقفلها تاني. بعمل فليمنج وافتح الطبق بزاويه 45 درجه. عندي طريقتين للصب، يا اما ادخل الفلاسكه في النص يا اما اجيبها من الطرف وابدا اصب، بس الافضل ان انت تجيبها في النص بحيث ان انت توزع على قدك بالظبط وما تزودش كميه الاجار اللي انت صبيتها. هفضل اصب لحد ما اوصل عندي للاطراف، بعد كده برفع الفلاسكه وبقفل الطبق اللي معايا وبعمل فليمنج واقفل الميديا، وبكده دور الميديا اللي معايا دي انتهت. بفضل مستني حوالي من 15 ل 20 دقيقه لحد ما الطبق اللي معايا ده يجمد، بعد كده بقلبه على ظهره وببدا عمليه الاستريك. طب يا جماعه الطبق اللي معايا ده خلاص جمت وابدا عليه الاستريكنج. طيب اول حاجه هبدا استخدم الماركر ان انا هرقم الطبق اللي معايا من 1 لحد 4. طبعا شويه حاجات كده في الترقيم، ان انا دايما برقم، يعني بطرف الارقام على قد ما اقدر بحيث ان وانا بشتغل على اريا اكبر. تمام. 1 2 3 4. طيب اول حاجه طبعا لما اجي ابدا شغل باللوب بعقم اللوب كله في الريد زون بتاعه الفليم. طيب اللوب اللي معايا ده دلوقتي اتعقم، بفضل مستني اللوب جنب الفليم لحد ما يبرد، بستناه لان هو يبرد عشان انا لو دخلت اللوب وهو سخن في البكتيريا الكابشر اللي معايا دي هتقتل البكتيريا، فلما اجي ازرع على الميديا مش هشوف حاجه بعد 24 ساعه في الانكيوبيشن او الانكيوبيتور الحضانه يعني. طيب اللوب دلوقتي برد، بفتح بقى الكابشر ازاي وبستخدم اللوب ازاي؟ صابعيني دول برضو بفتح الكابشر وبسحبها بشكل دائري واعمل فليمنج وابدا اخد لوب كل واحد من البكتيريا اللي معايا. تمام. اعمل فليمنج واقفل الكالشر وكده دول الكالشر اللي معايا ده انتهت خلاص. تيجي بقى خطوه الاستريكنج،
لما اجي امسك اللوب مثلا ببقى يعني اسهل طريقه مثلا انت تمسكه كده زي الرسامين، ولما اجي ارسم باللوب او اعمل ستريكنج باللوب ما اعملوش وهو واقف بسيفه بنيمه ازاي بقى؟ طبعا الفليم بيكون بيني وبين البليت اللي معايا، بحط اللوب او اللوب فول اللي عندي عند رقم واحد. انا قصدي في الشغل ان انت ما توقفش اللوب كده، يعني نيمه كده واعمل وزع البكتيريا او اللوب فول اللي انت حطيته عند واحد، وبعد كده ايه؟ بعد كده بتعقم التيب بتاعت اللوب. فايدة تعقيم التيب بتاعت اللوب ان انت بتقلل البكتيريا الكاونت بحيث ان هي تفصل معاك بشكل اسرع، تمام؟ برضو بتعقمه وتستناه لحد ما يبرد. طبعا انا بستنى لحد ما يبرد عشان انا لو جيت سحبت الثلاث خطوط بتوع الستريكنج وهو سخن، اولا هيقتل البكتيريا اللي كانت اللي انا كنت حاططها، ثانيا هيجرح لي في الاجار. ببدا اسحب ثلاث خطوط من المكان اللي انا حطيت عنده اللوفر، واحد اثنين ثلاثة، واقفل وعقم تاني. انا سحبت من واحد، سحبت من واحد لاثنين، الدور على اثنين لثلاثة، هقوم رايح اثنين لثلاثة كده جنب الفليم بحيث انا لما اجي ارفع يكون قدامي اثنين لثلاثة. طيب دلوقتي اللوب الريد الجزء الاحمر بتاع اللوب ده راح، بس هو لسه سخن. فانا عندي طريقتين لتبريد اللوب، احنا قلنا بنستناه ان هو يبرد جنب الفليم، تمام؟ الطريقه الثانيه ان انا بتاكد ان هو برد اجيبه عند طرف الميديا اللي عندي وابدا المسها، تمام؟ هيعمل صوت كده، يعني صوت ان هو حاجه سخنه لمست حاجه بارده، فانت تتاكد ان هو ساعتها برد. بعد كده تسحب ثلاث خطوط من اثنين لثلاثه، وتقفل وتعقم التب بتاعته تاني. استنى لما يبرد، او زي ما قلنا برضو بنلامس الطرف، يعني انت يعني اللي يريحك ان انت تستناه يبرد جنب الفليم او ان انت تلمسه طرف الطبق. في ناس برضو اثناء الشغل ما بتكونش بردت اللوب، يعني ما عملتش اللوب ما استنتوش ان هو يبرد، فلما تيجي تلمس طرف الطبق بعد ال 24 ساعه حضانه بلاقي بكتيريا على طرف الطبق، لان كان لسه في ريزيدوال بكتيريا على اللوب، تمام؟ فانت عايز تبرده في طرف الطبق تكون متاكد ان هو تم تعقيمه بشكل كويس جدا، او تستناه ان هو يبرد جنب الفليم. هسحب ثلاث خطوط من ثلاثة لأربعة، واقفل وعقم تاني. آخر خطوة بعملها اللي هي الزجزاج من أربعة لواحد، ولكن وأنا بسحب من أربعة لواحد ما بوصلش الخط معايا لواحد، لأن الهدف إن هو يفصل البكتيريا، ما بوصلش لنقطة البداية إن أنا اشتغلت منها، تمام؟ هو برد، اسحب بقى الزجزاج بتاعي من أربعة لواحد برضه، واللوب هو نايم ما وقفوش كده عشان ما يجرحش، تمام؟ طيب دلوقتي اللوب خلاص، انا خلاص خلصته. زرعت مثلا، انا زارع باسيلس، بعد كده بوديها في الحضانه واستنى 24 ساعه عشان اشوف الريزلت بتاعتها ايه بالظبط. طيب يا جماعه دلوقتي احنا هندخل الطبق اللي احنا زرعناه في الحضانه دي، الحضانه او الانكيبيتور، بفتحها وابدا احط الطبق اللي انا زرعته هنا، وبستنى 24 ساعة عشان اشوف الريزلت بعدها ايه، شكل الكولونيز ايه، او المورفولوجي بتاع الكولونيز ايه، المستعمرات البكتيرية، لان من خلالها انا ببدا اتعرف على البكتيريا اللي انا زرعتها. طيب يا جماعة بعد 24 ساعة انا هفتح انكيوبيشن واشوف الانكيوبيتور واشوف البكتيريا اللي انا زرعتها دي شكلها ايه. زي ما احنا شايفين ثلاث خطوط اللي انا كنت بادئ بيهم ظهرين لي، تمام؟ والزجزاج فصل عندي في الاخر. طب شكل الكولونوس بتاعت الباسيلس بتكون ايه؟ بتكون لارج، كبيره، اوبيك، معتمه، وذ الريجولار مارجنز، حدودها بتكون الريجولار. طبعا انا ممنوع ان انا افتح لكم الطبق، بس انا هفتح الطبق عشان تشوفوا شكل الكولونوس بشكل اوضح من الازاز اللي وراها. تمام؟ طبعا انا
هوريها لكم واضحه لارج وبيك وذ ريجولار مارجن كبيره ومعتمه وحدودها غير متساويه. طبعا انا فتحت الطبق عشان تشوفوه بس انا في عاده يعني في الشغل بتاعنا احنا ما بنفتحش الطبق عشان نحافظ على الطبق ان هو يقعد فتره اطول والكونتامينيشن يكون اقل.